ألف مع سحر عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحب فيكم مستمعينا الكرام على إذاعتكم موجتكم السعودية ألف ألف أف أم في حلقة جديدة من برنامجكم، طبعا حلقة بداية الأسبوع من برنامج ضبابة ألف اللي يطل عليكم يوميا من الأحد إلى الخميس من الساعة الواحدة إلى الساعة الثانية ظهرا. راح أكون أنا معكم فيه سحر عبد الله. طبعا هناك أنواع كثيرة من الأمراض العصبية، طبعا زي ما احنا عارفين الأمراض العصبية هي اضطرابات في الدماغ، طبعا قد يحدث من خلال أو طبعا سبب من أسباب الاضطرابات هذه التي تحدث في الدماغ هي اضطرابات بالحركة أو الكلام، أو ممكن كمان يصير في اضطرابات في الهضم والتنفس. اليوم رح نتكلم في حلقتنا يا مستمعينا الأعزاء طبعا عن أهم أو أكثر الأنواع الشائعة التي تصيب الأمراض العصبية أو الاضطرابات كما ذكرت التي تصيب الدماغ. اللي حاب يتواصل معنا عن طريق الرسائل النصية STC 84770 موبايلي 640-660 وزين 746-662، كمان عن طريق حسابنا على تويتر ALIF ALIF FM. رحب بضيفنا لليوم الدكتور أحمد العطار، استشاري أمراض عصبية بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بجدة، وأستاذ مساعد بجامعة الملك سعود. هلا وسهلا فيك دكتور أحمد. أهلا وسهلا سحر، أهلا بالمستمعين. هلا وسهلا، منورنا دكتور. طبعا أول مرة تشرفنا في استديوهات ألف ألف. يكون الشرف، الله يعطيكم العافية. الشرف لنا دكتور. طبعا دكتور كما ذكرت أنه تكلمت أنه كبداية يعني أو مو تعريف كشيء مبسط بس عن الأمراض العصبية والاضطرابات التي تصيب الدماغ، اليوم نبغى نعرف دكتور إيش أكثر يعني الأمراض هذه الشائعة، الأمراض العصبية. طيب أكثر الأمراض العصبية شيوعا هو الصداع. الصداع طبعا عرض من الأعراض اللي منتشر جدا عند السيدات وعند الرجال على مختلف الأعمار. غير الصداع طبعا صار عدة أنواع نتطرق لها إن شاء الله. من الأمراض الشائعة كذلك عندنا الجلطات اللي هي السكتات الدماغية، أمراض الجلطات الدماغية. الجلطات الدماغية، الصرع اللي هو أمراض زيادة الكهرباء في المخ، وأمراض الحركة، وأمراض الأعصاب الطرفية، وأمراض العضلات. هذه أكثر أمراض شيوعا. طب خلينا نبدأ مثلا في الجلطات الدماغية دكتور في البداية، يعني إيش أسبابها أو إيش الناس المعرضين أكثر للجلطات الدماغية؟ الجلطات الدماغية عبارة عن جزء من الدم ما يوصل للمخ، أو جزء من المخ ما يوصل للدم بطريقة المعتادة. فالجزء هذا يموت، الجزء هذا من المخ، فتحصل الأعراض بسببه. طبعا أسباب الجلطات أو السكتات الدماغية أكثرها يكون عند كبار السن أو فوق سن 50، فاللي يحصل إنه يحصل تكون أعراض على حسب الجزء المتأثر من المخ. طبعا أكثر الناس المعرضين الناس اللي عندهم سكر الدم، الناس اللي عندهم ارتفاع في ضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول، أو أمراض في القلب زي عدم انتظام دقات القلب. هذه أكثر الأمراض الأعراض اللي تسبب مشاكل في السكتات الدماغية والجلطات الدماغية. دكتور طب في هل العامل النفسي له دور، أو يعني إيش الفرق بين هذه الأمراض العصبية والنفسية، أو كل الأمراض العصبية لازم تكون مرتبطة بالأمراض النفسية أو لا؟ طيب هذا سؤال ممتاز أخت سحر. يعني زمان كانوا أطباء المخ والأعصاب هم نفسهم الأطباء النفسيين، بس بعد ما العلم زاد وتفرع لفروع عدة فصاروا أطباء الأعصاب اللي هم المخ والأعصاب اللي هي الأمراض العضوية للمخ، والأمراض النفسية هو اللي بيحصل اضطرابات على المستوى الخلوي من ناحية المواد الكيميائية تبعت المخ والموصلات تبعت المخ، هذه الأمراض النفسية. ففي علاقة وطيدة بينهم. على سبيل المثال الناس اللي عندهم جلطات أو بعض الأمراض العصبية، نصف هذول الناس يكون عندهم أمراض عصبية. فلا بد أنه طبيب المخ والأعصاب اللي هو العضوي
لابد يكون على علم ودراية. أقلها أنه شيء بسيط عن الأمراض النفسية المصاحب الأمراض العضوية تبعت المخ والأعصاب. فطبعا الترابط ما بينهم جدا جدا كبير ولابد أن نعرف عنها ولابد أنها تعالج. لأنه الناس على سبيل المثال يجيهم جلطات ويعالجوا نفسيا ويكون حالتهم النفسية مستقرة، عادة يكون التحسن أفضل بكثير من الناس اللي يكون ما عندهم العوامل المساعدة النفسية. فعشان كده لابد أنه إحنا نعالج الاثنين عشان نقدر نوصل للهدف المطلوب. يعني طبعا هذه أكيد مو كل الأمراض النفسية دكتور ممكن تؤدي للجلطات، هل هي يعني مثلا على سبيل المثال المرتبطة أكثر بالحزن والأشياء زي الاكتئاب على فرضنا، أو يعني ممكن توضح النقطة هذه أكثر؟ طيب هو عادة الأمراض العضوية لما تحصل أمراض عضوية أكثر إنها تسبب الأمراض النفسية، الأمراض النفسية قلة إنها تسبب الأمراض العضوية. في نعم دون شك إنه الناس اللي عندهم اكتئاب واكتئاب حاد، هذا الاكتئاب ممكن يؤدي لاضطرابات في ضغط الاضطرابات في ضغط الدم، ممكن جدا إنه يتعرض المريض لأمراض عضوية مثل مثلا جلطات. لكن العادة اللي نشوفها إنه أكثر إنه الأمراض العضوية زي جلطات المخ أو الجلطات الدماغية أو السكتات الدماغية اللي تسمى هذه عادة يكون مصاحب معها أمراض نفسية. فإحنا عشان نعالج الاثنين مع بعض. وأنت ما تكلم على جزء بسيط من الناس اللي عندهم سكتات دماغية يكون معهم مصاحب أمراض نفسية بسبب السكتة الدماغية اللي حصلت بسبب مثلا ضعف أو شلل أو مثلا تنميل مستمر أو كذا. فعادة نحن لابد أنه نشوف الناس هذول نص الناس اللي عندهم الجلطات أو السكتات الدماغية اللي يكون عندهم مصاحبة للمرض تبعهم أمراض نفسية واللي لابد أنها تعالج اثنينهم مع بعض يعالج. طيب دكتور خلينا بس قبل أن نرجع طبعا لموضوعنا نذكر المستمعين باللي بالأرقام اللي حاب يتواصل معنا عن طريق الاستيسي 84770 وبالنسبة لمشتركي موبايلي 640-660 أما بالنسبة لمشتركي زين 746262. طيب دكتور خلينا تكلمنا شوية عن الجلطات الدماغية والعوامل المساعدة أكثر اللي هي طبعا تؤدي إلى الجلطات، بس خلينا نتكلم شوية عن الأمراض الأعصاب والمخ. يعني قبل الهوى حضرتك ذكرت اللي هي الأطراف الأصابع والتنميل. نعم. في حاجة كذا ما فهمتها. نعم يعني بعض الناس يصحى من النوم يقول والله مثلا صحيت ويدي اليمين بتنمل على سبيل المثال، فإحنا نبغى نشوف هل التنميل هذا هل هو يكون بسبب مثلا مشكلة في المخ في الحبل الشوكي أو هو من الأعصاب الطرفية. المخ والحبل الشوكي إحنا نسميه الجهاز العصبي المركزي، ما بعد الأعصاب الطرفية اللي طالع من الجهاز العصبي المركزي اللي الحبل الشوكي يسمى الجهاز العصبي الطرفي. طيب فإذا كان الجهاز العصبي الطرفي يبغى نعرف فين بالضبط الجهاز العصبي الطرفي المشكلة سبب التنميل، لأنه على ضوء فين المحل اللي بيسبب المشكلة العلاج يكون. طبعا أكثر الأسباب شيوعا من ناحية التنميل حق الأطراف خاصة لو كان في اليد مثلا على سبيل المثال زي اليمنى، فعادة يكون ضغط على العصب الأوسط ويسبب مشكلة هناك، وعادة هذا يكون نشوف ممكن من غير السبب وممكن يكون منتشر أكثر شيوعا عند السيدات فوق سن 40، الناس اللي يكون عندهم كسر في الغدة الدرقية أو إن يكون عندهم اضطراب في السكر، يعني السكر يكون مرتفع حتى هم ممكن ما يعرفوا عن المشكلة دي. فإحنا من الفحوصات اللي نسويها نسوي نعمل تخطيط الأعصاب الطرفية عشان نشوف وين الضغط بالضبط وقديش كمية الضغط، والعلاج يتراوح ما بين ممكن علاج جراحي إنه تحرير العصب، أو إذا كانت الضغط أو إذا كان الضغط بسيط فممكن يكون فقط بتنظيم السكر، تنظيم نقص الغدة الدرقية ولبس زي الجبيرة في اليد عشان نحط اليد في أحسن وضع لفترة من الزمن تتراوح ما بين شهر إلى شهرين لين تحسن الأمور. والجلسات وما الجلسات الكهربائية دكتور كمان هذه كيف تتعامل في أي حالات بالضبط؟ عندما بنسمع أي يعني أي شخص عنده مشكلة أو مصاب في اضطرابات في الدماغ دائما ما بنسمع غير هذا العلاج بس. طيب هذا طبعا إحنا نستخدم الجلسات الكهربائية أو العلاج الكهربائي هو للتشخيص رقم واحد، رقم اثنين بعض الأحيان يكون للعلاج. إذا كان والله العلاج
يحتاج جلسات كهربائية، يكون في اضطراب في العصب، ونحتاج علاج وظيفي أو علاج طبيعي اللي هو علاجات تأهيلية. فهذه وقتها نحتاج العلاج الكهربائي سواء التشخيص أو العلاج. يعني هو ممكن يكون في التشخيص. طب كيف بيكون في التشخيص؟ بالنسبة للتشخيص طبعا نلاقي العصب، وإحنا نعرف أن العصب موقعه من ناحية تشريحية، نعرف العصب فين. إحنا المنطقة مثلا نرجع لمثال أن يكون تنميل اليد، ونحط نفس الجهاز على مكان العصب، ونعطي شحنة كهربائية، ونسجل القراءة من الأصابع على سبيل المثال عشان نشوف هل الشحنة الكهربائية توصل في الوقت المطلوب ولا لا، أو هل في بطء في الحركة، أو أن الشحنة ما توصل تماما. فلو ما وصلت الشحنة تماما، أو لو وصلت ببطء شديد، أو كان في انخفاض في عدد الألياف العصبية اللي بتشيل الشحنة الكهربائية، هذه تبان طبعا في التخطيط، وعلى ضوءها يتم العلاج. دكتور، خلينا نرجع شوية في الكلام عن الجلطات الدماغية. طبعا حضرتك ذكرت يعني شيء بسيط عن الأسباب اللي ذكرت، طبعا الناس المصابة كمرضى السكر أو الضغط. طب ما سبب تكرار هذه الجلطات؟ يعني في ناس بتكون محافظة مثلا على السكر بس برضو دائما بتجيها الجلطات. طيب أنا أعتقد أنه هذه فرصة طيبة أنه لابد أن نعرف أن السكر على سبيل المثال مرض منتشر جدا في المملكة العربية السعودية عندنا، نظرا لنمط الحياة اللي بنعيشه. كثير من الناس ما بيمارسوا الرياضة، كثير من الناس للأسف مدخنين، كثير من الناس عندهم عدم انتظام في السكر. 1 من كل 4 أشخاص في المملكة، اللي 1 من كل 5 أشخاص في المملكة مصاب بالسكر. يعني على سبيل المثال لو احنا جالسين هنا 5 أنفار أو جالسين مع زملاء 5 أشخاص أو 4 أشخاص، واحد مننا عنده سكر أو حيجي له سكر. احنا لابد نشوف العلاج الكشف المبكر والعلاج المبكر يمنع انه يقلل احتمال حدوث تصلب الشرايين. تصلب الشرايين لما يحصل اللي هو يعني على سبيل المثال، خلينا نعطي مثال عشان بس المستمعين الاخوه المستمعين والاخوات المستمعات بس يفهموا علينا انه ايش هو تصلب الشرايين. تصلب الشرايين، الشرايين يعتبروها زي الجهاز السباكه في الجسم. طيب يعني زي المواسير. المواسير هذه أول ما واحد يروح على بيت جديد، ينقل على بيت جديد، تلاقي مثلا الموية قوية جدا وفعال يعني قوي جدا، لكن بعد فترة 20 سنة ولا شيء الموية تبدأ تقطر، ضعيف نفس القوة حقتها. فبهذه الحالة نقول ليش، لما تسأل السباك ليش، يقول لك والله تربى كلس على المواسير. وفعلا لما تشوف المواسورة نفسها تلاقيها صارت ضيق جدا، بدل ما كانت 1 إنش صارت 0.5 إنش مثلا أو 0.25 إنش. عشان كده هذا ضغط الموية يكون مرتفع، يعني الموية نفسها تكون بسيطة اللي توصل، 1-2 ضغطها يكون مرتفع. يعني قدر الموية عشان توصل لك كمية موية محدودة تحتاج ضغط كبير، هذا هو ضغط الدم. لو صار تصلب الشرايين حيصير في عفوا دكتور بس ما قطع كلامك، طبعا أكيد رح نرجع للموضوع النقطة هذه بالذات، رح نرجع نكملها بس بعد ما نطلع فاصل قصير، وراجعين مكملين حلقتنا لليلة. طبابة ألف مع سحر عبد الله. مكملين معاكم حلقتنا لليوم مستمعينا الكرام على إذاعتكم وجدتكم السعودية ألف ألف أف أم، مع ضيفنا لليوم الدكتور أحمد العطار، استشاري أمراض عصبية بمدينة الملك عبد العزيز الطبية، وأستاذ مساعد بجامعة الملك سعود. كنا جالسين نتكلم، بس اللي توم انضمونا، كنا جالسين نتكلم قبل الفاصل عن الجلطات الدماغية. أذكركم مستمعين اللي حاب يتواصل معنا على STC 847700، موبايلي 640-660، وزين 744-6262. دكتور، وقفنا عند تصلب الشرايين. نعم. طبعا تصلب الشرايين من أكثر الأسباب شيوعا اللي تؤدي للجلطات. طبعا هذا بالنسبة للناس المصابين بالسكر بس، هم اللي بالنسبة للناس اللي مصابين بالسكر يعانوا بالمشكلة هذه، السكر وارتفاع الضغط، هذا أكثر الناس، خاصة ارتفاع الضغط. بعدين السكر،
بعدين اللي هم الناس عندهم ارتفاع في دهون في الكوليسترول اللي هو الدهون في الدم. فهذول الناس لابد يعالجوا. نعالج كل واحد من هذه الأمراض، مثلا ارتفاع ضغط الدم، خاصة ارتفاع ضغط الدم جدا جدا مهم. يعني لو عندك حاجة واحدة بتعالجيها عن مريض عنده السكر وعنده ارتفاع في الدهون الثلاثية مثلا على سبيل المثال، تعالج الضغط، لأنه الضغط أهم واحد، أهم واحد من ناحية أنه يقلل احتمال حدوث الجلطات. هو أخطر سبب من الأسباب هو ارتفاع ضغط الدم. وضغط الدم هو مرض فتاك، مرض ما نقدر نشوفه ولا نحسه وما يسبب أي أعراض، فجأة ممكن يسبب مشاكل. الأعراض اللي هي تجي والأمراض اللي تجي بسبب ارتفاع ضغط الدم، فإحنا لابد أن ضغط الدم خاصة فوق سن 40 لابد أن نقيس ضغط الدم بصفة دورية. بصفة دورية يعني أقل شيء مرة مرتين في السنة الواحد يروح على أي عيادة ويقيس ضغط الدم، أو حتى يكون عنده جهاز في البيت يكون مرتخي جالس ما هو مضطرب نفسيا ويقيس ضغط الدم. لأن الواحد لو كان مضطرب نفسيا أو ذو بطالع من درج أو شيء زي كده فيقيس الضغط بعد الدم حلاقيه مرتفع. وضغط الدم إذا كان مرتفع على 3 قراءات مختلفة والمريض يكون في وضع مستقر نفسي وصحي مستقر لابد أن يعالج. بكده نشخص ارتفاع ضغط الدم. وغالبا ارتفاع ضغط بس الدم بس هذا عفوا دكتور عن مقاطعة كلامك، هذا إذا كان دائما يرتفع ضغطه، مش يعني لأن في ناس يكونون في سن أصغر من كذا وقعد فجأة يجيهم ارتفاع في الضغط الدم. طبعا ارتفاع ضغط الدم إذا كان في سن صغير فغالبا يكون له سبب، ندور على السبب اللي له. سواء كان السبب زيادة هرمونات مثلا في بعض الغدد مثلا زي الغدة الفوق كلوية أو الغدة الكظرية تفرز هرمونات فيرتفع ضغط الدم بسببها. ففي الناس صغار السن غالبا يكون في سبب وفي سبب معروف، فإحنا نعالج السبب وبالتالي نعالج ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم. طبعا بالنسبة للوقاية من الجلطات والوقاية دائما خير من العلاج. احنا عشان نقي المريض من يحصل له مشكله بسبب مشكله جلطات نعالج المسببات تبعت الجلطات اللي من ضمنها ارتفاع ضغط الدم، السكر في الدم، الكوليسترول، امراض القلب وخاصه اضطرابات القلب. يعني القلب ما ينبض بصفه منتظمه، لما القلب ما ينبض بصفه منتظمه يكون احتمال تكون تخثرات داخل القلب عالي او اعلى من لو كان بينبض بطريقه منتظمه. في هذه الحالة الناس يحتاجوا ممكن لمسيلات الدم. مسيلات الدم طبعا تنقسم لعدة أنواع، من ضمنها اللي يجي عن طريق إبر ويجي عن طريق حبوب. في مسيلات الدم البسيطة زي الإسبرين مثلا على سبيل المثال هو أكثر الأدوية شيوعا ودواء رخيص جدا ودواء فعال جدا. إذا كان لأي سبب من الأسباب ما قدر نستخدم الإسبرين نقدر نستخدم أدوية ثانية زي دواء اسمه بلابكس أو اسم العلمي كلوبيدوغرال. يستخدم على فترات طويلة؟ يستخدم مدى الحياة، غالبا يستخدم مدى الحياة. طبعا مو كل مريض يستخدم الاسبرين او البلافكس، احنا طبعا نفضل انه نستخدم البلافكس او الكلوبيدوغرال للناس اللي عندهم السكر، مرضى السكر او اللي ما نجحنا بالاسبرين نتحكم في الجلطات. مثلا مريض عنده جلطة وجلطة منذرة لجلطة واحد مثلا صار له ضعف او تنميل او اضطراب في النظر استمر مثلا مدى دقيقة واحدة وراح على سبيل المثال، ما نترك المريض هذا، بالعكس هذا أكثر المرضى اللي احنا نحاول انه نتوصل من سبب الجلطة هذه اللي حصلت انه هي نفس الجلطة اللي حتحصل وتسبب شلل، هي نفس الميكانيزم تبع الناس اللي حصل لهم الجلطة هذه اللحظية اللي جلست فترة طويلة وراحت اللي احنا نسميها بالانجليزي TIA او Transient Ischemic Attacks، وحصل نقص مفاجئ لمنطقة من المخ انحرمت من الدم لفترة بسيطة مثلا 2-3 دقائق وصارت الأعراض وتروح. دكتور أوقات الواحد يعني ممكن كمان ما يعرف إن هذه الجلطة، صحيح؟ ما هو على حسب إيش الأعراض اللي صارت. مثلا لو واحد جالس وما في أي ما عنده أي مشكلة وفجأة قال أنا والله ماني شايف على جهة اليسار أو جهة اليمين. طيب وبعد كده رجع كل شيء طبيعي، هذه ممكن جلطة طبعا مع الضغط، ارتفاع في الضغط ليس بالضرورة، مش ضرورة، ممكن يكون أحد عنده عدم انتظام في دقات القلب خاصة صغار السن، عدم انتظام في دقات القلب وتحصل مشكلة هذه عندهم. فهذول الناس اللي لابد نسوي لهم فحوصات للقلب سواء بالتخطيط القلب ونشوف إذا كان في عندهم أي عدم انتظام في دقات القلب، ولو ما لقيناه في التخطيط المبدئي نعمل تخطيط على مدار 24 ساعة. المريض يأخذ جهاز مع البيت ونسجل دقات القلب على مدار 24 ساعة ونشوف إذا في أي عدم انتظام في دقات القلب.
طبعا المرضى اللي يكون جالهم اعراض هي تؤيد الجلطات والسكتات الدماغيه هذه اللي راحت يعني جات الجلطه ودابت على قولهم فيحتاجوا دواء مسيل للدم اقوى من كم البلافكس او الاسبرين، يحتاج دواء اسمه ورفارين، او في ادويه جديده ياخذها برضو المريض ممكن تؤخذ على اساس انه يقلل احتمال حدوث الجلطات هذه. دكتور في رساله من ابو سحر على الاس ام اس بيسال بيقول ممكن تسال الدكتور هل الحجامه فعلا يعني تقي من من الجلطات؟ طيب الحجامه سنه من السنن، احنا علمنا في بالنسبه للاشياء هذه بسيط، لكن اللي نعرفه انه الحجامه ما تقي من الجلطات علميا، ما نعرف انه هل تقي من الجلطات او لا، ما في دراسات تقدر تخليني اجزم اثباتات تقول والله فعلا الحجامه مثلا مره في السنه او مرتين في السنه تقي من الجلطات، تقلل احتمال حدوث السكر، تعمل كذا في الضغط، ما في دراسات تقول لنا كذا. في بعض الدراسات موجوده على الحجامه والتحكم في الضغط، طيب، وهذه الدراسات موجبه يعني بينت انه الحجامه تساعد من ناحيه انخفاض الضغط، لكن بالنسبه للجلطات ماني لحد علمي ما اعرف انه في اي دراسات تقي من الجلطات. في كمان رسالة ثانية بتقول إنه بالنسبة بتسأل بتتكلم عن زوجها بتقول إنه دائما نفسيته تعبانة، هل الأعصاب دور في هذا؟ يمكن لأن في البداية تكلمنا إنه في علاقة في بالنسبة للأمراض النفسية والعصبية. نعم طبعا السؤال، شكرا يا أختي على السؤال، السؤال كبير والإجابة صعب على السؤال ده لأنه الأشياء النفسية ليش والله زوجك مثلا يكون عنده دائما بيعصب وكذا، يمكن في أسباب كثير لهذه الأشياء، يمكن هو مضطرب نفسيا، يمكن عنده فعلا مرض نفسي، يمكن يكون عنده ضغوط كبيرة من الحياة سواء في العمل من الأسرة، أسباب كثير ممكن تسبب له الضغوط النفسية هذه. فإحنا أفضل شيء نسويه إحنا نحاول نشوف إيش السبب عشان نقدر نضوء العلاج. لكن بالنسبة للأمراض النفسية مجتمعنا كمجتمع سعودي للأسف كثير مننا يلغي احتمال الأمراض النفسية وما يقول أنا ما أحتاج أن أشوف طبيب نفسي مثلا، بالعكس الأمراض النفسية هي زي الأمراض العضوية تماما. على سبيل المثال مثل دائما أعطيه لأخواننا وأخواتنا المرضى والمريضات أنه الآن من الواحد لما يده ينكسر يطيح ويده تنكسر مثلا، هل يعالجها ويجبرها ويشوف دكتور عظام أو يتركها؟ دائما ما ينكسف منها وما يخجل ويعالجها. الأمراض النفسية ما في أشعة، ما في تحليل دم تقدر تورينا إن والله المريض هذا فعلا عنده اكتئاب. الطريقة الوحيدة نقدر نشخص بها الاكتئاب على سبيل المثال أو أي من الأمراض النفسية إنه تجلس مع الطبيب النفسي وتعطي المعلومات كاملة للطبيب النفسي بكل أريحية وكل صراحة، لأنه طبعا معلومات جدا سرية عشان يقدر يعالجك ويعالج الأخوة المستمعين الطبيب اللي أنت بتروحه له. طبعا الواحد لابد يكون عنده الثقة في الطبيب اللي هو راح له أو الطبيبة ويعطيهم كل المعلومات عشان يقدر يعالجهم على ضوءها. ممكن علاج يكون فقط جلسات مثلا سايكولوجية، مثلا علاج داعم نفسيا، أو إنه ممكن تكون باختصاص طبعا اللي هم الأخصائية النفسية. أخصائي النفسي نعم، في هذه الحالة نحتاج نستعين مثلا بالأخصائي النفسيين، أو لو يحتاج مثلا استخدام أدوية أو شيء زي كذا نحتاج إنه نستعين بالأطباء النفسيين. اللي إحنا ما لابد إنه والله ما نتحرج فيها. الأمراض النفسية شائعة في مختلف الأعمار، طبعا في الناس اللي صغار في السن يكون عندهم أمراض معينة من الأمراض النفسية، والناس كل ما نكبر في السن تزيد مسؤولياتنا، ممكن تزيد همومنا، ممكن الواحد يشوف طبيب عشان يحاول يتخطى الهموم هذه كلها. والعلاج النفسي أبدا ما حيكون علاج مدى الحياة، ما حيكون علاج يحتاج المريض لفترات طويلة، بس ممكن لعدة أسابيع أو لعدة شهور على حسب إيش المشكلة تكون موجودة. لكن ممكن أنه يأثر على الأعصاب دكتور؟ ممكن يأثر من الناحية النفسية، تأثر طبعا على الأداء اليومي، يأثر على الأعصاب بطريقة غير مباشرة، زي ما قلنا مثلا والله إذا كان واحد دائما أنه بيعصب هو أصلا عنده ضغط والضغط ما هو مكتشف على سبيل المثال، أو عنده سكر وما بيتابع مثلا الأدوية اللي بياخده هو نظرا أنه عنده مشكلة نفسية، يا يعني أنه والله بيغلط نفسه أنا ما أحتاج الدواء هذا، أو أنه فعلا ممكن يكون أنه هو يعني عنده مشكلة نفسية بتمنع انه ياخذ الادويه هذه. انا ممكن اعطيت مثلا مريض دواء للضغط لكن ما تفاهمت مع المريض وما تكلمت معاه وما اديت الوقت الكافي،
يكون مريض أخذ الدواء وصار له أعراض جانبية وما سألت المريض عن الأعراض الجانبية هذه وما وعيته التوعية المطلوبة، وإذا وقف يأخذ الدواء فيفقد الثقة فيك كطبيب معالج. لكن لما أنتي تكتبي له الدواء أي دواء، المفروض يكون على مع أي دواء تكتب الدواء، الدواء هذا مثلا يستخدم عشان علاج مثلا الضغط، له أعراض جانبية ممكن تظهر، الأعراض الجانبية هذه ممكن تظهر تفضل فترة بسيطة وممكن تستمر لفترة. رجاء إذا حصلت معك أي أعراض مثلا زي كحة، زي مثلا ضيق في النسم، تقول لنا عشان نقدر نعرف كيف نعالجها. طيب دكتور خلينا نطلع فاصل قصير، فاصل إعلاني قصير وراجعين. طبعا بس أذكر المستمعين إن رح نبدأ نستقبل اتصالاتهم على 012-61-61-100 ومن الرياض 011-217-85-85. جالسين نتكلم عن أكثر الأمراض العصبية شيوعا مع ضيفنا لليوم الدكتور أحمد العطار، استشاري أمراض عصبية بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بجدة وأستاذ مساعد بجامعة الملك سعود. فاصل وراجعين. طبابة ألف مع سحر عبد الله. معكم من جديد في برنامجكم طبابة ألف اللي يطل عليكم يوميا من الأحد إلى الخميس. كنا جالسين نتكلم قبل الفاصل عن تكلمنا كثير عن أنواع التي طبعا تصيب الأمراض العصبية، تكلمنا عن تصلب الشرايين وأسبابه، وأذكركم مستمعين أننا رح نبدأ نستقبل اتصالاتكم على 012-61-61-100 ومن الرياض 011-217-85-85. دكتور قبل أن أخذ اتصال، بالنسبة للناس اللي أحيانا تعاني من ارتفاع أو هبوط في ضغط الدم، بس إنه مش يعني مش بشكل مستمر، بس مثلا إذا كان في ضغط في الشغل أو في الدراسة والأشياء هذه، أعرف ناس كثير بتطنش الموضوع، يعني تقيس ضغطه مرتفع بس خلاص شوية وينزل ضغطه عادي، إنه تقولك من تعب الشغل يوم طويل، هذول الناس يعني هل المفروض انهم هم يمشون على نظام يعني نظام علاج معين او كيف، يعني ايش الحل فيه؟ حتى اللي ينزل ضغطهم يقولك لا خلاص اخذ ملح، نعم، مع مويه شويه ويرتفع ثاني وعادي. طيب هو نزول الضغط مختلف شوي عن ارتفاع الضغط. بالنسبه لارتفاع الضغط، اذا كان ارتفاع الضغط مستمر، يعني دائما قراءات حقتي مثلا تكون مرتفعه فوق 140 على 90، وهذا برضو يفرق على حسب السن، بس إذا كانت القراءات دائما الواحد لما يقيس ضغطه فوق 140 اللي هو القراءة العالية على 90 القراءة القليلة، فمعناته يحتاج الإنسان إنه يأخذ علاج، ده رقم واحد. طبعا إحنا العلاج ما نبدأ على طول بعلاج بالحبوب للأدوية، لا، نبدأ نغير من نمط حياتنا. مثلا إذا كان الإنسان عنده سمنة نخفف الوزن، يساعد كثير جدا. الملح في الأكل، كثير مننا يأكل ملح كثير في الأكل، نقلل الملح في الأكل. إذا حاولنا الرياضة، ما نمارس الرياضة، لكن إذا عملنا قللنا الملح في الأكل، نزلنا الوزن بطريقة صحية، مو نسوي رجيم قاسي وننزل الوزن 10 كيلو خلال شهر ولا شيء زي كذا وبعد كده نترك الوزن، لا، نزل الوزن بطريقة صحية. الطريقة الصحية ناكل الوجبات الغذائية المتكاملة بعناصرها الأربعة، ناكل البقوليات، الحبوب، ناكل الحليب بمشتقاته، البروتينات مثلا، اللحوم، وهكذا. طبعا العلاج يكون اول شيء بالرياضه، تنزيل الوزن، تخفيف الملح. اذا غيرت انا نمط حياتي وما زال الضغط مرتفع، وقتها هنا يجي دور العلاجات الادويه. طبعا علاجات، في ادويه كثير جدا نستخدمها لعلاجات الضغط، يعني اسر من الادويه موجوده، وكل مريض يختلف على الثاني. من الخطوره جدا ان اروح انا للصيدلي واقول اعطيني دواء للضغط واعطيني اي دواء للضغط، لان الصيدلي رغم علمه الواسع بالأدوية وفعاليتها، لكن ما هو الشخص المناسب إنه يأخذ التاريخ المرضي من المريض. والصيدلية الواحد لما يدخل ويخرج من الصيدلية ما يقدر يعطي المعلومات الكافية للصيدلي، إنه يديله المعلومات الكافية. الصيدلي ما حيكون عنده الوقت أو الخبرة إنه يتكلم معاك كمريض أو مريضة عن جميع الأشياء اللي عندك كأمراضية وإيش الأشياء المصاحبة وحساسية الأدوية وكذا.
فلا بد الواحد ما ياخذ اي دواء غير عن طريق الطبيب، وصفه طبيه تكون مكتوبه، لانه في بعض الادويه ما نقدر نعطيها لاي مريض. على سبيل المثال ممكن يكون عنده حساسيه كمان، ممكن يكون عنده حساسيه، والحساسيه ممكن تكون قاتله لحد درجه انها تكون قاتله يعني لطيف، فلا بد الواحد يكون ينتبه جدا عليها. في بعض الانواع من الادويه مع انها فعاله جدا ومهمه جدا، لكن ما نقدر نعطيها للناس اللي عندهم ربو على سبيل المثال. أنا كصيدلي في شغلي ومشغول وكذا، وببيع وبشتري في الأدوية وكذا، وما ممكن ما أسأل السؤال ده، هل عندك أي دواء، هل عندك ربو، هل عندك أي أمراض أخرى مثلا؟ فهذا مهم جدا الواحد يسأل فيه. طيب خلينا ناخذ دكتور أول اتصال معنا اليوم، نشوف معنا أم تركي. ألو. طيب عمر، معنا عمر. هلا مرحبا. هلا وسهلا فيك يا عمر، كيفك يا عمر؟ يا هلا، بخير الحمد لله. دوم ان شاء الله يا رب. تفضل اخوي. الله يجزاك خير. ممكن اكلم الدكتور؟ اي تفضل اخوي، انت على الهواء. اهلا وسهلا اخوي عمر، حياك الله. يا هلا فيك اخوي. اخوي الله يرضى عليك، انا عمري الحين 23 سنة وعندي ارتفاع في ضغط الدم، فاحيانا ارتفع بشكل كبير وزي كذا، وكان يصرفوا لي حبوب اسمها أملوتوبين، هي بسيطة، هي الحبة 5 ملي. نعم. فاستخدمتها فترة فقطعتها بسبب إنه ما شفت منها فائدة بعض الأحيان، لأنه بعض الأحيان يجيني كتمة وحرقان ومن هذا القبيل. طيب. فهل في طريقة أو شيء يكون فعال في هذا الباب، هذا الموضوع؟ طيب أخوي عمر قدامك من عافية إن شاء الله. طبعا ارتفاع ضغط الدم، كم الضغط تبعك كان من قصته اكثر من مره تتذكر؟ والله احيانا يطلع، احيانا يطلع فوق ال 170 180 على 100، وتكون مرتاح 80 على 107، وتكون مرتاح، انت جالس مرتاح مثلا، رحت على العياده او جالس مثلا في محل وقست الضغط، تكون مرتاح مثلا ربع ساعه؟ لا اكون انه احس بدوخه كذا وألم في العيون وصداع بشكل حاد ودوخة وغثيان، الله يكرمك، فأروح المستشفى فأقيس الضغط عندهم هناك يطلع عالي مرتفع بعد الحدود. نعم. ما دام تكررت القراءات هذه اكثر من مره وكان برضو الضغط مرتفع زي كذا، طبعا 180 على 107 يعتبر جدا مرتفع كثير. زي ما قلنا انه الحد الاقصى 140 على 90. طيب فانت عندك مرتفع جدا اخوي عمر، فلا بد تاخذ علاج. بالنسبه لعلاج الأملوديبين اللي حضرتك وصفته، علاج ممتاز طيب، بس برضو لابد انه في معلومات اخرى يحتاجها الطبيب انه يعرف هل الأملوديبين يكون هو انسب علاج لك او لا. يعني مثلا الأملوديبين ممكن يسبب تنفيخ في الرجول مثلا، تلاقي الواحد يقول لك والله خلاص ما عاد قادر البس الجزمه الله يكرمكم مثلا على سبيل المثال عشان التنفيخ، فهذا هذا من الاسباب. ممكن تكون الجرعه 5 ملي جرام نحتاج اكثر. طب احنا قبل لا رحنا الأدوية يا اخي عمر، هل استخدمنا الوسائل الاخرى؟ هل الوزن زايد حاولنا نقلله؟ هل بنمارس الرياضة؟ قللنا الملح في الاكل؟ لا الحمد لله، يعني الرياضة والوزن ما في اخلاف، يعني الوزن مثالي والرياضة لا الحمد لله امارس الرياضة بشكل كبير. ممتاز. والتدخين؟ التدخين شوي. طيب لو قدرنا نوقف التدخين، انه في لحظة التدخين الواحد لما يدخن غير عن صلب الشرايين اللي يحصل من التدخين اللي يجي على مدار سنوات طويلة، لكن أثناء التدخين الضغط يرتفع 1-2 دقات القلب تزيد. طيب هذه كلها أشياء مسببة. هل في عامل وراثي في الموضوع دكتور؟ يعني أخوي عمر الوالد أو الوالدة يعانون من ضغط الدم؟ الحمد ما في ولا أحد أهلي يعاني من ضغط الدم. طيب الحمد لله. من الأسرة. الحمد لله، فضل الله. عشان سنك الصغير أخي عمر تحتاج أنك تشوف طبيب عشان يسوي لك فحوصات، لأنه زي ما قلنا كثير من الأحيان يكون ارتفاع ضغط الدم بسبب معين، ما هو زي واحد عمره مثلا 50-60 سنة ويكون عنده ارتفاع في ضغط الدم. هذه طبعا تشمل تحاليل للدم، تحاليل البول الله يكرمكم جميعا، عشان نشوف إذا كان في سبب معين لارتفاع ضغط الدم. الأملور رغم أنه دواء ممتاز، أنت بتاخذ جرعة البداية ابتدائية اللي هي 5 ملي جرام، ممكن يزود الجرعة، ممكن يكون مدام سبب لك كتمة، فيبغى نشوف هل هو سبب الكتمة هذه هو بسبب ارتفاع الضغط أو
هل هو بسبب انه الاملور هذا لما اخذته الاملوديبين لما اخذته فاذا كان بسبب الاملوديبين فممكن تحتاج ادويه ثانيه غيرها او ممكن تحتاج زياده في الجرعه. طيب خلينا ناخذ اتصال ثاني دكتور. معنا ام تركي. الو يا ام تركي. طيب اذكركم مستمعينا اللي حاب يشاركنا على 012-61-61-100 ومن الرياض 011-217-85-85. ناخذ اتصال ثاني. معانا حنين. لا عفوا بخيت. هلا معاك. يا هلا وسهلا اخوي بخيت، كيفك؟ السلام عليكم. الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور بالله ممكن. تفضل اخوي. اهلا وسهلا اخوي بخيت، حياك الله. كيف حالك؟ طيب الله يحييكم. اهلا وسهلا. اقول لك انا عندي مشكلتي، انا مصحى كذا صداع مره عنيف مره، وعندي طبعا مستوى التحاليل عندي كوليسترول زايد، فما ادري. الله يعطيك العافيه. طيب اخي بخيت الف سلام عليك ان شاء الله. الله يسلمك. الصداع هذا مزمن ولا جديد معكم؟ والله كذا مره تكرر علي الحاله، كم مره في يعني في الاسبوع مرتين ثلاث مرات زي كذا. كم عمركم اخوي بخيت؟ 46 سنه. طيب عمرك الصحيه كويس الحمد لله، ما في ضغط سكر مرض في القلب؟ لا ما في الحمد لله. طيب. بس في كوليسترول. طيب والصداع هذا جديد عليكم يعني مثلا ظهر الان او ظهر له مثلا عشرات السنين موجود عندك؟ والله تقريبا الخمس سنوات الاخيره دي. الخمس سنوات الاخيره. طيب في ضعف او تنميل او عدم اتزان في الحركه، ازدواجيه في النظر؟ والله في احيانا اذا مثلا طلعت على مثلا طالع درج احس بدوخه زي الدوخه زي كذا. دوخه يعني الدنيا تلف بيك ولا دوخه كان واحد حس؟ لا دوخه كذا احس توازني مو مزبوط. طيب خير ان شاء الله. طيب يبغى له طبعا، وكيف الوزن اخوي بخيت؟ لا الوزن تمام يعني ما في مشكله ان شاء الله. وضغط الدم كيف عندكم؟ لا تمام ما في مشكله. طيب ممتاز. طيب ان شاء الله يكون صداع من نوع الحميد، بس لابد اي صداع يظهر. عادة الصداع لما يجي في الناس الصغار السن يعني مثلا في سن 18 سنة 20 سنة في هذه الحدود، فلو ظهر الصداع في هذا السن الصغير فيكون صداع يعني حميد عادة. طيب بس لما يظهر الصداع فوق سن 40 دائما نفكر نشوف، هو عادة يكون صداع يعني أول يعني ما له سبب معين ومعروف، يكون مثلا صداع توتري أو صداع نصفي لو الشقيقة، بس برضو غالبا بعد سن 40 لابد نشوف نعمل فحوصات كاملة. وأول فحوصات هذه إنه إحنا نتكلم مع المريض ونأخذ التاريخ المرضي كاملا، ويكون فحص المخ والأعصاب طبيعي 100%. المشكلة حقة النظر هذه ممكن تكون بسبب ارتفاع في ضغط الدم، ممكن يكون سكر لا قدر الله، ممكن يكون مشاكل يعني فوق سن 40 يبدأ يصير تحدب وتقعر في عدسات العين. طبيعي هذا يحصل في كل الناس تقريبا أو في كثير من الناس، فهذه وقتها يكون طبيب عيون اللي يقدر يساعدنا. أعتقد أنه أوليا طبيب باطني أو طبيب مخ وأعصاب يقدر يساعدكم أخوي بخيت أنه يشوف إيش المشكلة اللي عندكم حقة الصداع هذه. وأنا أفضل يكون طبيب مخ وأعصاب خاصة حصلك قاع العين. قاع العين لو كان مرتفع طبعا يصير في العيادة عند دكتور المخ والأعصاب بجهاز بسيط جدا زي النادورة الصغير، فيشوف في قاع العين. إذا كان ضغط إذا كان قاع العين منتفخ يعني العصب البصري منتفخ معناته إنه في ارتفاع في ضغط المخ، وطبعا في أسباب أخرى أسباب كثير لها، فاحتمال إنك تحتاج أشعة مقطعية أو رنين مغناطيسي للمخ. طيب خلينا ناخذ اتصال ثاني دكتور. معنا أم تركي من جديد. أيوه. هلا وسهلا فيك يا أم تركي. وينك يا أم تركي؟ منتظرينك من أول. معليش انقطع الخط معليش. طيب كويس الحين سمعتنا كويس يا أم تركي؟ ايوه سمعتكم. طيب هلا وسهلا فيك اختي، تفضلي. امري اقول لك الله يسلمك، انا عندي غده رقيه وعندي هشاشه في العظام وعندي فيتامين د نقص، واحيانا لما انام رجولي منمله من اصابع رجولي ويديني منمله لما تجي تنامي. ايوه لما انام امشي بس الاصابع منمله. أهلا يوم ترك الله يحييكي. في سكر يا أختي الفاضلة؟ لا ما عندي لا سكر وضغط بس دائما هابط. طب نعم. كم عمرك يا أم تركي؟ أنا عمري 50. طيب يا أختي الفاضلة العمر كله ما شاء الله. طيب الفيتامين دال عندك نازل نزول شديد أو بسيط؟ هو نازل كان، بس الحين أنا بعد يمكن بكرة أسوي تحليل. تعطيني الدكتور نقط؟ نعم تعطيني، بس أنا حاسة بالعظام مرة لأني
موقفه فيتامين د ماني لقيته بالسوق ولا عندهم. طيب خير ان شاء الله. طيب مره عندي العظام مره تعبانه تأديني. طيب انت عندك هشاشه عظام، اذا عندك هشاشه عظام طبعا لازم تاخذي فيتامين د وادويه حقت الهشاشه حقت العظام. ايوه النقص الفيتامين د ممكن يسبب لك، وعندي حق الغده كمان باخد غده. نعم والغدة جرعه ونص يعني 100 ونص اول شيء، 3-4 ايام اخذ 100 والثلاث ايام اخذ 50. والتحليل حق الغده حقك اللي بتعمليه مثلا مره كل 3 شهور ببين انه الهرمون طبيعي؟ لا لا قالت لي عندك كسر في الغده. ما زال عندك كسر في الغده، طيب يبغالك انك تزيد، يمكن الدكتور اللي بتشوفيها حتزود لك الجرعات على حسب التحليل. بالنسبه للفيتامين د اذا كان نازل ونزول شديد ممكن يسبب المشكله حق التنميل هذه اللي بتحس بيها اختي الفاضله. النصيحه لك يا ام تركي انك تنتبه على الفيتامين د وتعالجي هشاشه العظام بصفه ممتازه تكون. فالدكتوره بتقول لا والله مستمره بعالجه. مهم جدا انك تعالجيها يا اختي، انه في عندي شويه ناقص كمان بيجيني في النظر. نعم طيب اعتقد ان الدكتوره حقتك اللي بتتابع معاها يا اختي تقدر تشوف اذا هل تحتاج نقص النظر هذا يعني سببه، يمكن يكون بس تحتاج نظارات ممكن. عندي النظاره بلبسها. ممتاز. طيب يمكن شفت دكتور عيون قريب؟ ايوه رحت دكتور عيون. طيب ممتاز، يمكن باك تتابع مع دكتور العيون او الدكتوره اللي حضرتك بتتابع معاها نشوف ايش سبب نقص النظر اللي عندك. بالنسبه كمان دكتور الفيتامين د، لان في جرعات مختلفه يعني يمكن اختم تركي يمكن ما بتاخذ الجرعه الكافيه ولا لا؟ صحيح. ولا صحيح. ما له علاقه؟ لا له علاقه جدا. زي ما تفضلت اخت سحر، اذا كان نقص الفيتامين د شديد، احنا مروا علينا مرضى يكون عندهم عدم قدره على الحركه تماما بسبب نقص الفيتامين د، والعلاج اذا كان نقص شديد يكون عن طريق ابر تعطى في العضلات عشان يرتفع الفيتامين د. وبعض الاحيان الواحد ياخذ الفيتامين د وما يقدر الامتصاص عنده يكون ما هو قد كده. وكم المفروض يكون الطبيعي على حسب المعمل اللي انت بتعاملي معاه؟ مثلا على سبيل المثال عندنا في المستشفى تبعنا المستوى يكون تبعه من 70 الى 250 فدائما واحد يكون في النص يعني حدود 150 حاجه زي كده. ونادر نادر نادر الناس اللي يكون عنده الفيتامين د طبيعي، الغالبيه العظمى حوالي 70 80% من السيدات عندهم نقص فيتامين د بسبب طبعا قلة التعرض للشمس. 25% من الرجال عندهم نقص فيتامين د، لانه التعرض للشمس ما نتعرض للشمس واحد نظرا للبلد تبعنا انه الجو حار وكذا، فلا بد انه التعرض يكون كافي للشمس. طيب طبعا دكتور راح نرجع طبعا نكمل كلامنا بس بعد ما نطلع فاصل اعلان قصير وراجعين لكم بعد شوي، لا تروحون بعيد. مع سحر عبد الله مكملين معاكم حلقتنا لليوم ونرجع ناخذ اتصالاتكم. شوف مين معانا على الخط. معانا أمل، معانا سعد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا وسهلا. كيف الحال؟ بخير الحمد لله. كيفك يا سعد؟ تفضل. تفضل حياك الله خير سعد، اهلا وسهلا. كيف حالك دكتور؟ الله يحييك ويبارك فيك، اهلين وسهلين. الحين بسألك دكتور، الان في علاقه مباشره يعني بين السكر والضغط يعني كم تصلين ببعض او لا؟ يعني مثلا اذا صار السكر لازم يضرب بالضغط ولا العكس؟ لا أخي الفاضل شكرا على سؤالك، ما في علاقة ما بين السكر والضغط، لكن الضغط منتشر في المملكة عندنا، حوالي 1 من كل 3 أشخاص عنده ضغط، يكون الضغط مرتفع، والسكر 1 من كل 4 أنفار. الضغط منتشر والسكر منتشر، فاحتمال حدوثهم مع بعض متزامن وارد جدا. بس مش شرط يعني. لا ما هو بالشرط. طيب ناخذ نشوف مين بعد. سعد معنا أمل. يا هلا والله. هلا وسهلا فيك يا أمل. كيفك يا مولا؟ كويسة؟ يا هذا والله. كيفك سحور؟ خير الحمد لله. أهلا وسهلا يا أمل. تفضلي يا أمل. أهلين. والله أنا بس حبيت أسلم عليكم وأشكركم على البرنامج الحلو، والله دائما أتابعكم. تسلمين يا أمل، يخليك لنا. أمل طبعا الناس اللي دائما متواصلة معانا دكتور. شكرا. طيب ناخذ أحمد. ألو يا أحمد. أيوه. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا مساء الخير. حاب اسال الدكتور. اي تفضل اخوي احمد. تفضل اخوي احمد حياك الله.
بس قبل تقريبا 5 أيام جاني فيشل عضلي في جهة الفم والعين. نعم. زين بسيط طبعا، وآلام في الجهة اليسرى أو الجهة اليمنى فرحت عند دكتور العلاج الطبيعي، قال هذا عندك العصب السابع، فأعطاني علاج. عندي الآن طبعا لوعة مستمرة وضيق في النفس، فبيعرف إيش السبب، هل هو هذا مثلا وهو مع الوقت ممكن يرجع. ألف سلام عليك أخوي أحمد، عمركم أخوي أحمد. سلامتك ما تشوف شر أحمد. الله يسلمك. 41 وأمورك الصحية كويسة الحمد لله. والله التحاليل تخطيط قلب والتحاليل والأشعة وكلها طلعت سليمة يعني، بس ما فيش الأشياء. ما شاء الله. في تنميل؟ في تنميل، حصل تنميل بسيط يعني في بداية الأزمة تقريبا. في فين تحس التنميل أخي فاضل؟ والله أحس في تنميل في الأطراف تقريبا، ما يعني ماني متأكد 100%، بس توقعات كذا في وقت الأزمة اللي صارت. طيب أخي الفاضل، غالبا اللوحة اللي حصلت معك هذه اللي هو ضعف في الجهة اليمنى من الوجه، هذا يسموه شلل العصب السابع، أو بالإنجليزي اسمه بيلز بولسي. بيلز طبعا هو أول واحد وصف المشكلة هذه، هو عادة من غير سبب معروف. في طفح جلدي عندك موجود عند الأذن تقريبا ولا حاجة في الجهة اليمنى؟ طفح جلدي لا ما في. تسمع الأصوات عالية في الجهة اليمنى أو طنين؟ والله ممكن في الصوت يكون أعلى شوية في الجهة اليمنى. نعم. أكثر من اليسار. نعم. طيب هذا في الفاضل غالبا يكون التهاب في العصب السابع. أعطوا لك علاجات أول ما بديت؟ أخذت علاج كورتيزون، حبوب كورتيزون؟ لا لا كورتيزون لا، أعطاني علاج بس مرتين في اليوم، بس ماني ذاكر اسمه. طيب مشكلة الكورتيزون. طيب ما هي مشكلة إن شاء الله. طبعا هو مشكلة العصب السابع لما يصير في التهاب أو ضعف الوجه في واحدة جهة، عادة يكون شلل العصب السابع بسبب التهاب أو بسبب التهاب فيروسي ممكن يكون. العلاج تبعه في أول 24 ل 48 ساعة يفضل أن الواحد يأخذ جرعة كورتيزون حوالي 50 ملغرام، يأخذها على حسب الوزن وزن المريض، ويستمر عليها لفترة 10 أيام تقريبا، وبعد كده ننزل الجرعة تدريجيا إلى أن نوقفها. خلال يعني أسبوعين يكون المريض ما بيأخذ الكورتيزون. الهدف من الكورتيزون أنه، وهذا العلاج الوحيد المعترف به، الواحد يأخذ الكورتيزون لفترة من الزمن ونبدأ على طول مباشرة بعد الضعف، حيقلل من مدة الضعف بإذن الله تعالى. لو ما أخذنا الكورتيزون كذلك إن شاء الله الأمور تكون كويسة، وغالبية الناس يتحسن ضعف الوجه هذا في خلال فترة في المتوسط 6 أسابيع يعني شهر ونص حسن الأمور. أهم شيء عفوا معلش أخي أحمد، مهم جدا إنه الواحد هو نايم يغطي العين، جفن العين ممكن يكون نايم وجفن العين مفتوح، بيصير فيه جفاف في العين وتقرحات في القرنية، احنا لابد نغطي العين، فيبغى لك تشوف طبيب عشان يشوف تأكد ان هذا هو العصب السابع رقم واحد، رقم اثنين عشان يقول لك كيف تغطي العين، يعني جدا جدا مهم من هذا كل شيء، من الكورتيزون من كل حاجة اي فحوصات انه كيف نغطي العين عشان ما يصير في جفاف في القرنية. الف سلام عليك اخوي احمد وشكرا لاتصالك. دكتور طبعا احنا بنحاول ناخذ قد ما نقدر من اتصالات، ولكن نبغى نتكلم شوية عن الشلل الرعاشي، يعني دوبك الوقت إن شاء الله أنه يمدينا نتكلم عنه شوية. كلمتين عن الشلل الرعاشي. الشلل الرعاشي هو بسبب نقص اسم المرض بالإنجليزي مرض الباركنسون، باركنسون ديزيز. باركنسون طبعا هو موصف المرض هذا، المشكلة هذه. مرض الباركنسون يجي عادة للناس كبار السن، لكن ممكن يجي حتى في صغار السن، 10 سنين 20 سنة 30 سنة ممكن يجي، لكن عادة نشوف فوق السن. بنشوف دائما الكبار في السن، عادةً يعني فوق عادةً الكبار فوق الستين بالذات، فوق الستين والسبعين عادة. صحيح كلامك، صح هذا مظبوط. هو بسبب نقص مادة الدوبامين، يحصل من غير سبب معروف عادة. في بعض الأحيان ونادر هذا إنه يكون بسبب نقص في فيتامينات للباء 12، بسبب توسع في جهاز التصريف تبع المخ، وهذول الناس اللي يستفيدوا من إنه نسحب لهم من السائل حق المخ. إذا كان والله عملنا الأشعة الرنين المغناطيسي ولقينا أنه ما في جلطات، ما في توسع في جهاز التصريف تبع المخ، العلاج يكون يا يعني نعطي مادة الدوبامين إذا كانت المرحلة نوعا ما متقدمة، أو نعطي محفزات الدوبامين زي ما تقول نخلي المخ يفرز الدوبامين المادة هذه، أو نعطي أدوية مشابهة
للفعالية تبعتها في المحفزات تبع الدوبامين وعلى حسب الأعراض. الأعراض اللي تيجي الناس اللي عندهم مرض الباركنسون أو الشلل الرعاشي أكثر شيء يكون رعشة، وعادة تكون في واحدة جهة، واحدة يد في الفم، وبعدين تنتشر لليد الثانية مثلا والجسم كله بعد سنوات طويلة. مرض الشلل الرعاشي والباركنسون هو مرض يستمر ويجي على مر ويزداد على مر سنين، ما هو المرض اللي يتغير ما بين شهر والثاني. حتى لو بياخذ الأدوية؟ لو بياخذ الأدوية طبعا ما فيش دواء يوقف المرض، لكن في أدوية إن شاء الله. لكن ما بيتطور يعني. ما بيقلل من إن شاء الله الأعراض تبعته بطريقة كبيرة إن شاء الله. وعلاجات كثير جدا فعالة موجودة، سواء حبوب عن طريق الفم أو عن طريق حتى عمليات جراحية زي زراعة منظم في المخ. بيساعد على انه الرعشة هذه تروح، وانه ضعف الجسم المحسوس اللي هو التصلب الواحد يحسه كله يخف باذن الله تعالى. في عمليات تصير تحط انبوب، يعني الماده تعطى هذه الادويه تعطى مباشره في الامعاء الدقيقه، وكذلك علاجات جدا فعاله كلها. يعطيك الف عافيه دكتور، شكرا لك صراحه، ما عاد في وقت يعني، كنا حابين نكمل موضوعنا، بس ان شاء الله ان راح نخصص حلقه ثانيه نتكلم فيها ان شاء الله على الموضوع. يعطيك الف عافيه، شكرا لك دكتور. شكرا جزيلا وشكرا للاستضافه. كان معنا دكتور احمد العطار، استشاري امراض عصبيه بمدينه الملك عبد العزيز الطبيه بجده، واستاذ مساعد بجامعه الملك سعود. كنت معاكم سحر عبد الله، واقول لكم فمان الله، والتقي فيكم بكره ان شاء الله في نفس الموعد من برنامج طبابه الألم.